هل مرور الوقت يكفي حتى نتجاوز التجارب المؤلمة؟ مع أن هذا اللي نسمعه باستمرار، إلا أن هذا الرأي غير دقيق، بل أنه ممكن يسبب ضغط إضافي لما نمر بوقت صعب، لأنه يبني توقعات وآمال بتخطي المشاعر المؤلمة بدون التعامل معها بوضوح، وأيضاً بدون المرور بسلسلة من المراحل اللي تتفاوت مدتها بين شخص وآخر. بالتالي لما تمر أسابيع أو أشهر وما تتغير مشاعر الألم، نبدأ نحس بالإحباط، لأن المعاناة ما زالت مستمرة رغم مرور فترة من الزمن. دراسات عديدة أثبتت أن الوقت وحده قد ما يكفي للتعافي من الصدمات، من بينها دراسة حديثة أجراها باحثين في جامعة أريزونا الأمريكية، ووجدوا أن الاعتقاد السائد سابقاً بأن معظم الناس يملكون مرونة نفسية جيدة ممكن يكون معيق عن طلب المساعدة في الأوقات الصعبة. كل شخص فينا يستجيب للألم بشكل مختلف بناء على تجاربه السابقة ونظرته للحياة ككل، ومع ذلك فكرة تجاوز الألم يوماً ما هي فكرة باعثة على الأمل، لأن غالباً الوقت يخفف من حدة المشاعر المؤلمة بشكل تدريجي ويمنحنا فرصة للتوقف عندها ومعالجتها بهدوء. هذا التوقف تحديداً هو المفتاح لتجاوز التجارب القاسية. تشتيت أنفسنا عن مشاعر الألم ومحاولة تجنبها هي استجابة شائعة لأنها سهلة وتخلينا نعتقد بأن تجاوزنا التجربة، إلا أن هذا الهرب والتجنب يعمق الاستياء والألم على المدى الطويل، كأن غطينا سطح الجرح بس، وبأدنى لمسة ممكن يرجع هالجرح ينفتح من جديد. مواقف أخرى مؤلمة ممكن أنها تضاف إلى هذه التجربة، وإذا تجنبنا معالجتها رح نخسر فرصة بناء المهارات والأدوات الضرورية للتعامل مع المشاعر المؤلمة. في دراسة أجريت في جامعة هارفارد، الباحثين قاموا بسرد أحداث صدمة سابقة تعرضوا لها مجموعة من الأشخاص، وبعد تحليل أدمغتهم أثناء الاستماع لسرد الأحداث، كانت النتيجة هي أن مناطق الدماغ المسؤولة عن الشعور بالخطر تم تنشيطها في هذه الأثناء، وكأن الصدمة كانت تحدث من جديد. هذا يعني أن الصدمة النفسية إذا ما نوجد لها معنى ووضعت في إطار محدد، راح تظل ذكراها مسببة للألم الشديد على المدى الطويل. إذن خطوات التعافي من أثر تجربة مؤلمة تبدأ من الاعتراف الكامل بمشاعرنا والتنفيس عنها. خلونا نسمح بظهور كل المشاعر المتضاربة اللي تتولد بعد فقد إنسان عزيز أو إصابة جسدية أو أي حدث آخر، لأن هذا التقبل للشعور هو العتبة الأولى لتجاوزه لاحقاً. خطوة أخرى مهمة هي الحصول على الدعم من أشخاص نثق فيهم، سواء كانوا أهل أو أصدقاء أو مختصين في الإرشاد النفسي. وأخيراً خطوة إضافية تشكل فارق هي العمل على بناء نمط حياة يتسق أو يتماشى مع القيم اللي نؤمن فيها، أنشطة ومشاريع تساعدنا على خلق مشاعر جميلة وذكريات جديدة تعمق إحساسنا بجمال الحياة. وعلى ذكر الجمال، ننتقل معاكم الآن مشاهدينا لجولة في المعالم الحضارية والمناطق الطبيعية لمحافظة الداخلية، وبالتحديد في بركة الموز. التفاصيل مع الزميلة تاج.